مساء السعادة على السادة المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج حديث الشارع. ضفنا النهاردة بأغنية واحدة كانت الأكثر مبيعا في تاريخ الوطن العربي، ثم تحول الحلم إلى كابوس حجزت عليه الضرائب سنة 1997. كان صديق شخصي للرئيس الراحل معمر القذافي، الرئيس الليبي. هنتعرف اكتر واكتر على الفنان اللي مشرفنا النهارده، الفنان علي حميده. اهلا وسهلا اهلا بحضرتك. بيك يا استاذ كل، اهلا وسهلا انت قلت كل بحضرتك. حاجه. لا انا ما قلتش حاجه، ده بعد الشيء. عايزه اقول لحضرتك ان متابعينك كتير جدا، والناس حضرتك معلق في اذهانهم كتير جدا. عملت بوست من يومين تقريبا بنوه عن الحلقه، لقيت الناس كلها يعني فاكره اغنيه حضرتك وبيلقبوك بالاغنيه. الحمد عايزه لله. اعرف مدى تاثير اغنيه لولاكي على حضرتك كان ازاي. ويكفي ان بيتقال لي لولاكي يا علي حميده، يعني نسيوا علي حميده بيقولوا لولاكي كتير. والله بيحصل كده، يعني قابل لي مره شخص محترم وزير يعني، فقال لي ازيك يا استاذ لولاكي؟ قلت انا علي الناس حميده. كلها عارفه قال لي حضرتك احنا عارفينك بالاغنيه. بلولاكي. بتتضايق لما حد بيقول لك صاحب الاغنيه الواحده؟ لا انا مش صاحب اغنيه الواحده، بدي ان في عندي حاجات كتير قوي ناجحه، ناجحه جدا، كمان اغنيه مالي الشوق و... مال الشقا، وزين على زين، وبنت ولادي الزينه، وحبابه، وكونيلي، كتير اغاني مشهوره. طيب احنا عايزين نسمع من حضرتك الاغنيه الشهيره بتاعت حضرتك. مش عايزه اقول نفكر الناس بيها، لا ده انا عايزه اقول نفكر الناس بالزمن الجميل. الله عليك. طبعا المخرج بتاعنا بيحب اغنيه خان العشره، فعلشان كده لعبها قبل لولاكي. انا نويت على لولاكي، لكن هو بيقول انا بحب اغنيه خان العشره وكان مخترعها من الاول. الأغنية موضوع، أصلها موضوع يعني. طيب احنا في موضوع مثير للجدل جدا على السوشيال ميديا من فترة، وهو قرار الفنان الكبير هاني شاكر بمنع المهرجانات او منع اغاني المهرجانات. ايه رأي حضرتك في القرار ده؟ طبعا هاني شاكر بحكم مركزه، بحكم مكانته الفنية وقيمته الفنية، أقول لك هو صائب في قراره، ولكن القرار ناقص يعني. من وجهة يعني نظرك أنا ما ناقص عمش ليه؟ يعني في مطربين مهرجانات أصواتهم جميلة جدا، أعمل إيه بقى؟ أجمع كل المطربين دول وأعمل لهم لجنة خاصة في امتحانهم، تمام. وينجحوا بنجاح مشروط يعني. يا جماعة هتغنوا بس الكلمة ترجع لنا الأول، تمام. نشوف الكلمة. هم أصواتهم جميلة، وفكرة الإيقاع الحلو الجميل ده مش مين من وحشة. المطربين الشعب اللي حضرتك بتحبه؟ والله أنا أصلا أساميهم غريبة، أنا سمعت واحد اسمه شاكوش. شاكوش بتحبه؟ صوته حلو صوته عجبني حلو؟ يعني، بيقول عنده إمكانيات في صوته حلوة وبيختار أغاني كويسة، بس برضه أحيانا بتفلت حاجة كده كلمة. احنا زمان كنا بنسجل حاجه الاذاعه كان بيقول لك الحرف ده المفروض يبقى الناحيه دي مثلا، لكن ما سيبش بقى حد يتكلم عن المخدرات ويتكلم عن حاجات اللي هما لا اتكلموا، ده كده سبب المنع ان هما اتكلموا هم عن نفسهم يعني حتى حاسين بقى مش حلو كده، ولكن عايز انجح باي وسيله. تمام. لكن قرار الاستاذ هاني شاكر انا مؤيده تماما، ولكن يعمل لجنه استماع وتصفي الناس دي، اللي بيغني كويس يتفضل هنا غني زي ما انت عايز، بس الكلام يكون محترم. تمام، هو ده. يعني يرجع لك. طب من وجهة نظر حضرتك دلوقتي برضو، يعني يا ترى في كتاب او كلمات الاغاني هي اللي يعني ما فيش دلوقتي حد بيكتب اغاني كويس، ولا ما فيش مستمعين كويسين؟ لا هو الاستماع احنا عندنا شوية اتلخبط يعني كتير جدا. انا عندي طالب العيب فين؟ في الكاتب ولا المستمع؟ المستمع المستمع. وقبل المستمع الاعلام. ازاي؟ الاعلام متجني بالحكايه دي. ازاي؟ ازاي انا اقول بقى ما فيش مهرجانات، والاقي كل الاعلانات اللي في السوق بالمهرجانات، والاقي الناس بتغني مهرجانات في افلام كتير جدا. ده اعلام يعني. انا برسخ الحكايه دي في ودن الانسان وبسمع الانسان، لان انا عايز الانسان يبقى يعني ارتقي بيه يعني. يا فرحتي عاملين لي حفله في الاوبرا، مين بيتفرج على حفله الاوبرا ده؟ ده موزعوه على الهوا، خلي الناس تثقف خلال الاوبرا. ده احنا عندنا اصوات في الاوبرا تجنن، ولا عمره ما هينجح ولا هيمشوا قاعدين في الاوبرا. من وجهة نظرك دور وزارة الثقافة هنا ايه؟ وزارة الثقافة هي وزارة الثقافة بعيدة عن المجال ده، ولكن وزارة الثقافة هي العارضة يعني. لما تيجي تعمل حفلة لمطربين جداد عندنا،
تختار الاصوات الجيده، استعين بواحد من المهرجانات. انا اقول لك على حاجه غريبه جدا، عبد الوهاب لو كان موجود معانا دلوقتي، عبد الوهاب وشاف نجاح المهرجانات كان استغل هذا الريتم وهذا الايقاع في الحان ام كلثوم كمان بشكل معين. تمام. ولكن المشكله في الكلام. تمام. هي المشكله في ما هي دي موسيقيه. ما الايقاع بيلعب بيه مقسوم ولا ايقاع ده؟ ايقاع موجود عندنا كلنا. ما هو الايقاع ده موجود. اخد الروح الموسيقيه دي واعمل لها كلام محترم، ايه المانع؟ تمام. هي مطلوب كلام. دلوقتي كل الشعراء متخوفين يخشوا المجال ده. ليه؟ لان المجال اتشوه. تمام. الفن العمل الفني ده اتشوه. ولكن انا يعني بخش افراح على اعلى مستوى، قال ايه مشغلين مهرجانات. تمام. لحد دلوقتي المهرجانات شغاله؟ والله في كل مكان موجود. طيب انا عايز اسمع من حضرتك حاجه، هتسمعنا ايه؟ سمعك السلام عليكم يعني مثلا؟ لا، سمعنا اغنيه على ذوقك بقى، بس من اغاني حضرتك. انا بحب مالي الشوق قوي. هسمعك مالي وانت وعدتني بره هتسمعني مالي الشوق. ماليش جمال، ليش قلبك ما مال، والله والله ما نبيعك لو بكنوز المال. ماليش جمال، ليش قلبك ما مال، لا والله والله وميعك لو بكنوز المال. يا لا يا لا يا لا يا لا لو تنسانا، يا لا يا لا يا لا لو تنسانا. يتغرب هوانا والله في ليلة تطوال. حني 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 شيلي ليلك عني، حني 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 شيلي ليلك عني. قلبي ضايع مني والله طال معايا الحال. ماليش جمال، ليش قلبك ما مالنا، والله والله ما نبيعك لو بكنوز المال. بجد رجعتنا للزمن الجميل، والله رجعتنا فعلا للزمن الجميل. شوف بقى الشاعر اللي كاتب دي هو اللي كاتب لولاكي، وكتب 90% من الاغاني بتاعتي. تمام. هو اللي مؤلف سيدي وصلك للأنغام، هو اللي مؤلف لها اغنيه مش عارف حبيبي ايه كده. يعني شاعر كبير كلمات، وشاعر كاتب دراما، كلمات محترمه وفي نفس الله الوقت يرحمه. كلمات محترمه وفي نفس الوقت يعني عملت ضجه كبيره وعملت سابت طبعا بصمه لحد دلوقتي. هو ده. واغاني كلها موضوع يعني. لولاكي دي كانت لولاكي لمصر يعني. طيب الفن المصري اصبح بيه انتعاشه تجاريه ولكن لديه ازمه فنيه؟ طبعا. ازاي؟ يعني انا قلتها قبل كده، قلت اللي اختشوا ماتوا. يعني المطربين اللي بيغنوا كويس قوي قوي بعدوا عن الساحه، لقوا الساحه ملوثه. فين محمد الحلو لما كان بيجننا باغانيه؟ فين ايمان البح درويش، علي الحجار، الى حد ما محمد منير، والى حد ما ايهاب توفيق. ناس كثيره مطربين عندنا جامدين جدا. محمد محي صوت من احلى الاصوات، لكن الناس دي جات لها قرفه من يعني عايزين يخشوا المجال صح، زائد انهم بيعملوا كده والاعلام في سكه هم في سكه تانية. يعني دلوقتي المطرب يعني اللي حضرتك تقصد سبب اختفائهم يعني ظهور المهرجانات والاعلام؟ مش بس ظهور المهرجانات، اديهم نصيبهم يعني. خليهم يعني. انا بفتح راديو الصبح، مع احترامي للمطربين العرب طبعا، مصر بلدهم، ولكن الاقي كل المطربين بيغنوا في الاغاني بتاعت لبنان والناس الوافدين او اللي بيغنوا لمصر اكتر مننا. يعني انا نفسي اغني حاجه لمصر، نفسي اعمل حاجه لمصر، مش عارف يعني. ليه مش عارف؟ ما هي عايزه امكانيات. ما هي نانسي بتغني انا مصري وابويا مصري ولوني مصري. انا سمعت ان لولاكي كانت مكتوبه لمصر، ده هي حقيقي؟ كان احنا كنا كاتبين بنقول لولاكي مصر ما حبيت ولا غنيت ولا دقيت على ايدي تلات وشمات. ميم صاد را. لولاكي يا مصر ما غنيت ولا هز الوتر كياني، لولاكي ما حبيت ولا كنت عمري اعاني. ما انت الهوى والشوق والعشق والمعشوق، ليكي انا غنيت لولاكي مصر وحبيت. طيب. بعد ما سمعنا لولاكي، عايز اعرف من حضرتك، يا ترى واجهت انتقادات ايامها؟ والله انا يكفيني اراء ناس معينين. يكفيني راي الاستاذ محمد عبد الوهاب. قال لك رايه في لولاكي؟ استضافه عمر بطيشه في برنامج اسمه شاهد على العصر، واخد بالك؟
فسالوا سؤال يعني استفزازي، انك انت تتكلمي كلام مش كويس. قال له طبعا انت سمعت الملاك والحاجات دي، يعني كلمه الحاجات دي يعني معناها جاوب اجابه مش حلوه. قال له حلوه، جميل، صوت جميل وجديد ولحن حلو وكلام حلو. بالفعل سايبه اثر كبير جدا، بالفعل اغاني حضرتك سايبه اثر تخيلي كتير يعني جدا. عبد الوهاب يقول الراي ده يسعدني ويشرفني، اكيد طبعا. بليغ حمدي حبيبي وبعدين الله يرحمه. الانتقادات سر النجاح، لو ها؟ مفيش انتقاد مفيش نجاح. لا الانتقاد بقى جه من بعض الصحفيين، فانا كلمتهم طبعا بتاخدوها ليه؟ قالوا يعني على غير المألوف. قلت لهم هو ده المطلوب، حاجه على غير مألوف، كشعر تغيير شعر نقي كان. جدا وكتاب معتمدين جدا، واللي موزعها استاذ كبير قوي حميد الشاعري، واللي ملحنها استاذ كبير قوي سامي الحفناوي، اللي عمل السهره بتاعت مدحت صالح من ايه كوكب تاني، وعمل لحن الصباح ولحن الورده ولحن والملحن لي. وبعدين كلمات مش سهله. عرفت من حضرتك سر ان حضرتك علمت الفنانة وردة العود، ده حقيقي؟ درست الورد عود فترة، فترة قد ايه؟ والسبب محمد الحلو. ازاي؟ هي بتقول محمد كانت هي أيامها كانت مطلقة بليغ حمدي، وكانت أغانيها ممنوعة لسبب مع موقف معين يعني. فقالت استغل الوقت اني ادرس عود، فقالت لمحمد انا عايز مدرس عود، فراح قال لي انا ما صدقتش. فرحت كنت لسه متعين معيد جديد في المعهد، رحت البيت ورده، فبتقول له ما اجيبش الاستاذ معاك ليه؟ ومين اللي معاك ده؟ قال لها ده استاذ العود. قالت ده هيدرس العود ده؟ استصغرتني قوي. فقلت لها لا حضرتك. المهم قعدت ادرس لها واتبسط قوي وعملنا جو عظيم وعلمت العود فعلا، واخده بالك؟ بس انا كنت بسمعها اكتر ما ما بتعلمها. انا مسجلها شريط عندي على فكره، مخبيه وسجلت وشافته. طيب، عرفت كمان ان حضرتك من صاحب لقب الملك للفنان محمد منير، ده حقيقة؟ لا انا ما منحتوش لمحمد منير، ولكن كان في موقف معين حصل ان مسرحيتين معروضين علينا كمطربين انا ومنير، كانت مسرحيه حكايه حارتنا لنجيب محفوظ، ومسرحيه اسمها الملك هو الملك لاحد الكتاب هفتكر اسمه. فكل واحد يختار له مسرحيه معينه، فانا عشان ابعد المسرحيه الثانيه عني واعمل مسرحيه نجيب محفوظ احطها في السي في بتاعي، لمسرحية نجيب محفوظ مين هيعملها؟ صحيح، وحمس البطولة وهلحنها كمان. تمام، فقلت لهم الملك هو اللي يمثل الملك، صحيح. ده ملك الغناء. ومن يومها وعلى فكرة لقب منير ملك، بالملك، أكيد ده طبعا، حبيبي أكيد طبعا. منير، صوت ولون متميز وسكة ما حدش داسها ولا حد هيدوسها غيره، صحيح، واخد بالك ازاي؟ شخصية محترمة وثقافة الدنيا فيه. أنا بحب منير وهو يستاهل يكون ملك الغناء وحضرتك العربي. كمان ملك. طبعا عايزة أسمع من حضرتك حاجة بقى على هي العود. حضر زينة. زينة. طب اسمعها زينة احسن بتاع العود ده، هي فيها طب سمعنا حاجة على العود قديمة. قديمة. يلا بقى لمكان تاني خالص،
مكان يعني ايه، هو يعتبر سكرت شوية. ايوه عايزة اعرف من حضرتك حقيقي كنت بتعلم الفنان يحيى الفخراني الاكل واتفقتوا ان انتوا تعملوا مطعم مع بعض؟ لا انا علمته كيفية الاكل، هو علمني كيفية الاكل، يعني كيفية الاكل ولا ازاي هو تعملوا هو اكل؟ علمني اني اكل وانا علمته ان الاكل يتعمل ازاي. يحيى الفخراني تحية من للفنان الطف الكبير. واحب والذ الشخصيات اللي ممكن تعرفيها في حياتك، تمام، ده بيبي حقيقي، بصراحة، ده حقيقي. يعني تحس الدكتور البيبي العظيم ربنا العملاق يديله اللذيذ الصحة، ربنا يديله الصحة، ده تحياتنا ربنا ليه. يديه الصحة، ده حبيبي قلبي. يعني كان بيمثل مسلسل اسمه فتح الباب، شرف فتح الباب في مرسى مطروح، وحب يشوفني، انا كنت هناك، رحت له، قعد في الفندق، كان قاعد على البحر بزاك كده بالليل، فقعدت معاه وقعدنا نتكلم وكلام من ده، فعرف ان انا بطبخ، قلت له عارف انا هعزمك على اكل بدوي، قال لي انا موافق، فجي معايا البيت، قال لي تاني يوم اتفقت معاه وجاي حسب ميعاده، وكان معاه الاستاذ احمد كامل، احمد خليل الممثل الكبير احمد خليل، وكانت هناك هالة فاخر بس ما لقيناهاش يوميها، اختفت كده في حضرتك الدهاليز. اللي عملت الأكل بإيدك؟ طبعا انا اللي بعمل اكل بايدي في بيت عندي وفي البيت عند الاسره وفي اي وقت انا ما اللي شاء بطبخ الله، لنفسي، ما شاء الله. وكنت بطبخ المعمر على فكره، والأكل غريب برضو زي الشرب. هو مش غريب ولكنه غريب، يعني هو يعني اكل عادي ولكنه بطريقه شكل تاني. أكيد يعني هيبقى انت شكل عندكم تاني مثلا عشان من إيد حضرتك. الممبار احنا نقول عصبان ويتحشي بشكل معين بحاجات معينه شهي للغايه، بس والشرطه يعني شرط اساسي في كل الاكلات، عملت له عصبان وعملت له الشوربه بتاعتنا الشوربه الحمراء دي، وعملت له مكرونه مبكبكه. وقتنا مر بسرعة جدا، آه كنت سعيدة جدا بوجود حضرتك، ولينا لقاء تاني متكرر بإذن الله، مش آخر لقاء لينا مع بعض. طبعا بشكر حضرتك جدا وبشكر السادة المشاهدين، شكرا على حسن استماعكم لنا، دمتم في رعاية الله وأمنه، كان معكم سميحة صلاح في حديث الشارع.